بسم الله الرحمن الرحيم. دي بتكون الحلقة الثانية في سلسلة الحديث عن داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى. في الجزء الأول تكلمنا عن أن الإسلام في فهم الفكرة الجمهورية مستويين، كما هو في المصحف كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ندي نموذج للمستويين. الإسلام الأول اللي هو دون الإيمان، هو الآية اللي تبين الموضوع ده من كتاب الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كان الإسلام أقل من الإيمان، لم يدخل الإيمان في القلب. في بيجي الإيمان بعد الإسلام، بيجي الإحسان، بيجي علم اليقين، علم عين اليقين، علم حق اليقين، ليجي الإسلام في درجته الأخيرة. الإسلام في الدرجة الأولى إسلام بالظاهر، والباطن خاوي ما فيه إيمان. الإسلام الأخير اللي هو قال انتدب له المؤمنين، قال لهم القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وده اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان عليه عيسى وكان عليه موسى وعليه إبراهيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالإسلام بالمعنى ده مستويين. بنضيف دي لما جرى في الحلقة الأولى. شاهد الموضوع أنه حركة الأخوان المسلمين، وهي لما استلمت النظام الحكم في السودان بانقلاب عسكري لتفرض آراءها، أعلنت جهاد مثل الذي أعلنته داعش في العراق والشام، وهم من نفس المدرسة التفكير. وده ممكن تضيف عليه طالبان، وتضيف عليه القاعدة، وتضيف عليه حركة بوكو حرام، وحركة أبو سياف في الفلبين، وحركة الشباب في الصومال، وحركة أنصار الشريعة في ليبيا وفي مصر، كلهم أشكال واحدة، أو حماس في فلسطين، كلهم مدرسة تفكير واحدة تدعو بدعوة عريضة أنها تبعث الإسلام، وهي لا تبغى الإسلام شيء. ولما تجيها الفرصة في التطبيق بتتخبط التخبط الذي يجعل الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة ينكرونها. وهسه هم الاتجاه اللي ماشيين فيه لينسبوا لحركة داعش أنها متطرفة، أو حركة طالبان. في الحقيقة هم ديل بيطبقوا في الشريعة الإسلامية، لكن زي ما قلنا نحن في المقدمة أن الشريعة الإسلامية مش ليوم الليلة. الشريعة الإسلامية ليست الكلمة الأخيرة في الإسلام، وإنما الإسلام بيعود ببعث السنة، ده الموضوع فيه التفصيل. لكن لا يحق لشخص بيدعو لتطبيق الشريعة أن يستنكر على داعش ما تعمله، أو طالبان أو خلافه، لأن طالبان وداعش بعدها مثلا لما كسروا الأصنام، سموا الأصنام لتماثيل بودا، حركة طالبان قبل كده، أو جماعة الوهابية في السعودية، رأينا أنه الأصنام لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة كسر الأصنام، وهم بذلك بيعيدوا في نفس الموضوع. حتى لما داعش كسرت التماثيل القديمة في متحف العراق في الموصل، في محاضرة في السعودية في قبل أيام في معرض الكتاب، تحدث أو شجب العمل اللي عملته داعش في ندوة اسمها الشباب والفنون دعوة للتعايش، قال فيها الخبر جابته جريدة الشرق الأوسط. شهدت ندوة الشباب والفنون دعوة للتعايش التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب مساء أمس، صخبا أدى لإيقافها بعد أن قاطع محتسبون المحاضر الدكتور معجب الزهراني. الشاهد في الموضوع أنه هؤلاء المحتسبون وأوقفوا المحاضرة، وقالوا أنه العمل اللي عملته داعش عمل شرعي، وأن تكسير الأصنام جزء من مما متطلبات الدين الإسلامي وإقامة الشريعة. نفس العمل ده تم في الكويت، التأييد للعمل اللي عملته داعش. نقلت صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر الاثنين عن الداعي الكويتي إبراهيم الكندري قوله: التعلل بأن الصحابة دخلوا مصر ولم يحطموا الأهرامات وأبو الهول
لا يجوز، لأن التماثيل الفرعونية كانت مدفونة تحت الأرض. الشاهد في الموضوع أن العمل اللي عملته داعش السلفيين في الأرض كلها رحبوا به. الجماعات الإسلام السياسي لا تستطيع أن تخرج وتدافع عنه في منتصف النهار، ولذلك في المجتمعات العامة بيقولوا أنه ده تطرف. الحقيقة ده تطبيق للتشريع الإسلامي. الجهاد بالسيف كما شفنا في معالم في الطريق وفي ظلال القرآن لسيد قطب أن هذا المطلوب لبعث الإسلام، تحطيم الجاهلية بيسموهم الجاهلية وإقامة حكم الإسلام بالجهاد. فيبقى العمل اللي عملته داعش، إذا أنت صنفت الناس مشركين وكفار زي ما هسه حركة الأخوان المسلمين بتصفنا نحن الجمهوريين بأننا مرتدين على الإسلام، أو إذا صنفت الجنوبيين بأنهم كفار وحاربتهم قبل كده، نفس العمل اللي عملته داعش. لا يستطيع الشخص أن يقول هذا التطرف. إذا أنت أقمت الجهاد بالسيف أنت بتأخذ عبيد وبتأخذ إماء، ومعروف في الشريعة الإماء والعبيد مصيرهم شنو ومعاملتهم كيف شكلها. فيبقى العمل اللي بتعمل فيه داعش إذا كسرت التماثيل أو غزت مناطق تفتكرها بالسكان من الكافرين، هي بتعمل فيما تفهم هي أن الشريعة الإسلامية. فلا يستطيع الشخص يقول أنه نحن الإسلام بيعود ببعث التشريع الإسلامي كما طبق في القرن السابع، لا يمكن له أن يستنكر ما تفعل داعش. ولذلك إحنا بنقول أنه داعش وطالبان وبوكو حرام والقاعدة وحماس وحركة الأخوان المسلمين في السودان وفي مصر وفي ليبيا هم بيستقوا فكرهم من مصدر واحد ومجتمعين على هذا الفكر السلفي اللي بيعتقدوا أنه بيعود به الإسلام. ونحن بنعتقد أنه إذا كان طبق هذا الفهم المتخلف للإسلام حتحصل في الأرض دي فتنة ليس لها مثيل. وهسه الناس اللي بيشوفوا الأعمال الهمجية في الحرب وفي بيع النساء وفي قتل الأبرياء إذا في الفنادق أو في ما تم في تونس قبل يومين في المتحف في العاصمة تونس أو ما تم في مصر من اغتيالات للسائحين، ده كله بيوري أنه مدى الفوضى اللي ممكن تحصل لو الجماعة ديل فهمهم ده انتشر. وهسه هو ساعي لتجنيد الأطفال وتجنيد المغرر بهم، زي ما هسه بيجينا الأخبار أنه في السودان 11 من الطلبة الجامعيين انتهوا أنه ماشيين يحاربوا مع داعش. الجماعات دي في ظل الأخوان المسلمين بتلقى جو ملائم جدا جدا لبس فهمهم. ولذلك هسه هم في تونس وفي السودان وفي مصر حيثما وجدت جماعة الأخوان المسلمين مسيطرة بتجد أن الجو لتجنيد الجماعات دي لعضوية تنظيمة متيسرة وسالكة وواجدة كل دعم. ولذلك أنا أعتقد أنه لو في مواجهة تواجه المسألة دي لتنظيمات الأخوان المسلمين اللي بتحاول توري وتخدع الآخرين بأنها هي وسطية وكل هذه الألفاظ غير المحددة المعاني. ونحن أعتقد الناس اللي بيواجهوهم وبناقشوهم لا يملك التفاصيل ليجعلون في موقف محدد ليستبين منه ماذا يعمل بالوسطية، لأنهم هم في كتب وفي ممارساتهم ليس هناك ما يدل على أنهم هم عندهم فهم لمعنى الوسطية. هم متطرفين مثلهم مثل غيرهم، وهم بدعوا للجهالة بتلتحي بغداسة الإسلام. ونحن نعتقد أنه إذا ما يتقدم الفهم الواعي المستبصر اللي بتقدم الفكرة الجمهورية لا يمكن أن يتم بعث للإسلام. وكل الذي يحصل اليوم هو تشويه للإسلام وتنفير للناس عنه. وقد حذر الأستاذ محمود في عديد كتبه ومنشوراته من أن الفهم المتخلف للإسلام سينفر الشباب منه، سينفر العالم منه، وسيؤدي إلى فتن مستطيرة وبيكون ظلام على ظلام.